وأضاف ربيع خلال مؤتمر لأبرز إنجازات الهيئة وحصاد عملها بأنه من أول يوم لافتتاح قناة السويس الجديدة وهي تدير دخلا للمصريين، ولفت إلى أن الرئيس السيسي أمر بتعميق القناة وزيادة 10 كيلومترات لزيادة وتطوير استيعابها للسفن المتنوعة الأحجام والأحمال. من أول يوم ما افتتح قناة السويس الجديدة يوم 6/8/2015 وبدأت السفن تعبر في نفس اليوم دون ويدخل دخل لقناة السويس وللمصريين. بعد كده قرار اخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي 21 لتطوير القطاع الجنوبي لقناه السويس، والجزء اللي كان حصل فيه الحادثه بتاعت ايفر جرين من 40 كيلو من كيلو 122 تركيب القناه لكيلو 160 تركيب القناه، بزياده العمق العرض بتاع القناه 40 متر جهه الشكل، والتعميق من 66 قدم ل 72 قدم يعني من 24 متر 27 متر، واضافه 10 كيلو متر كمان لقناه السويس الجديده.